كم يا مصر؟ انت بتحكي ولا لا؟ والله بحكي، والله بحكي، بس نزلوني ان شاء الله. لك كسار؟ ان شاء الله نزلوني. لك سيف؟ لك هات السكين والله لا اذبحه واشرب من دمه. مش محرج، مش محرج تكليف يا عمي ابو سامي، خذ مني، رح اسمع عليك زلمه. لك روح هات السكين روح. امرك بدك تحكي ولا لا؟ شو بدك تعمل؟ شو بدك تعمل؟ ان شاء الله نزلوني، ان شاء الله نزلوني. هات السكين شوف. ان شاء الله نزلوني. بدك تحكي ولا لا؟ والله بحكي لك نزلوني، نزلوني ان شاء الله. احكي لشوف. هذا انا ومعي ابو انس، بنشتغل عند الاستاذ زياد بالمديريه، وبيبعث لنا كل فتره سياره فيها ذبايح، شي مزرقه وشي مضروبه، ونحن بنختمها وبنظبطها وبنقطعها وبنبيعها، وانا باخذ على كل ذبيحه 4000 ليره، والله العظيم ما دخلني انا. لحما؟ لك كمان حرامي؟ يخرب بيتك، الله لا يوفقك، لحم ميت؟ يا كلاب، يا الهي ما مسكته، لقك بالقصير ابطحك هسا، اذبحها ما بسامي، اذبحها، بيستاهل. وشو هالصدفه هي؟ ابو حسين ثاني يوم بعد ما راح اشتكى وصير فيه كل اللي صار، احكي ولا؟ والله العظيم ما بعرف، ما بعرف، ليش هو بيعرف هالشيء؟ ليش انت ما بتعرف؟ والله ما بعرف، والله هلا عرفت منكم، والله العظيم، حياة الله. لك والله لا اذبحك واشرب من دمك، والله، بدك تحكي ولا لا؟ ولا؟ ان شاء الله، نزلوا، ان شاء الله، ان شاء الله، نزلوا لك الكلب، نزلوا لك الكلب. رقبتي، رقبتي. يا حرام بس والله بعزر حرامي بقى والله بعزر خذوه ما دخلني ما دخلني خذوه يا مصر خذوه